أهلا وسهلا متابعيني الأعزاء، هنشوف مع بعض بالفيديو وصية الفنان سلمان بخليلي قبل موته، إنا لله وإنا إليه راجعون. هنشوف الفنان فؤاد وهو بيحكي الوصية اللي وصاها له الإعلامي سلمان بخليلي. نتمنى أن يموت يوم الجمعة ومات يوم الجمعة، حيث كان أمنيته أن يموت يوم الجمعة ومات يوم الجمعة، إنا لله وإنا إليه راجعون، سائلين المولى عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته. ووجه الإعلامي سليمان بخليلي رحمة الله عليه رسالة شكر لكل من دعا له، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن إرادة الله نفذت، لا إله إلا الله، كل نفس ذائقة الموت. حيث توفي الإعلامي سليمان بخليلي بعد إصابته بفيروس كورونا ودخوله في المرحلة الثالثة، وكانت وصيته دفنه في مقبرة القريدي، إنا لله وإنا إليه راجعون، سائلين المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة، إنا لله وإنا إليه راجعون.